في الظروف نتاع مباراه اليوم تعتبر نقطه ايجابيه. عملنا وطن دو ماتش باهي برشا، سجلنا في مرحله اولى هدف اول، مرحله ثانيه هدف ثاني ماهوش معناها اورجو، شفنا الكره رجعت من ساقين بن عمر، من بعد سي نورمال تلعب ضد النجم الساحلي بملاعبي اللي دخلوا اليوم بن عمر والملاعب الجديد الافريكان والمساكني، عطاو ظهر لي اكثر توازن النجم الساحلي، ضر باش يتحكم اكثر في الكره وسجل هدف تعادل في اخر شوط اول، لكن الشوط الثاني ظهر لي بخروج زهير الذوادي المباراه ولات معناها هجوم ضد دفاع، عرفنا كيفاش نضيقوا المساحات، عملنا التغييرات اللازمه باش نخرجوا باخف الاضرار، ولا انه كره معناها بلال الخفيفي كانت نجم تكون كونت المباراه كانت تنجم. بونتو الثاني صحيح، قلت لك ما حبيتش تحدث على الاربيتر، انا دخلت في الميتون للملاعبيه قلت لهم خمسه ورق صفر في شوط ياسر على نادي الفريق.